طائر الفينيق أو الفينيكس، طائر خرافي بحجم العقاب ذو ريش ذهبي وقرمزي، زعم أنه يعمر 5 قرون أو 6، وإنه ماء يشعر دنو الأجل، يبني عشا من غصينات وتوابل ويضرم النار محرقا نفسه لينبعث من جديد من رماده، وهو أتم ما يكون شبابا وجمالا. ونجد له نظائر في الثقافات الأخرى، فهو الفينيكس في الميثولوجيا الإغريقية، وهو العنقاء عند العرب، وهو سيمرو والهوما عند الفرس، وهو الهينغهو وانغ عند الصينيين، وقنرل عند الأتراك، ويعتقد أنه بينو الذي ذكره المصريين القدماء.